أعلن محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد أنه تم الاتفاق مع وزير الآثار على إعادة عمل البوابات الإلكترونية مع تصنيعها محليا، وإعادة تخصيص الشارع للمشاة فقط مع السماح للسيارات بدخولها في أوقات معينة أثناء الليل يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع المرور، على ألا تفتح البوابات للسيارات في غير هذه الأوقات إلا في حالات الطوارئ الخاصة بمستشفى قلاوون الذي يقع بالمنطقة. براهن على الناس، أهل الشارع المعز هم أكثر من سوف تعود عليهم الفائدة إذا الشارع ده ظهر بشكله الجميل اللي معروف اللي هو بيظهر عبق التاريخ من هذه المنطقة. أنا عاوزهم يساعدونا إن احنا نعيد شكل هذا الشارع لوضعه الأصلي إن شاء الله بإذن الله. هو اللي حصل في الفترة الأخيرة إن حصل بعض التجاوزات من بعض الأفراد، إشغالات وغيره من دخول عربيات وغيره، وده اللي احنا هنواجهه في المرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله. وعلى فكرة بقى أنا هاجي بعد كده هنا دون رسميات، وأنا أعتقد معالي الوزير بيعمل نفس الحكاية، وهنشوف الوضع على الطبيعة وهنتابعه وهنخلصه، وأنا عندي يعني مقدرة فائقة على عملية المتابعة وإنفاذ التعليمات، وأنا بزهقش، الناس هتزهق وأنا مش هزهق إن شاء الله بإذن الله، والشارع ده هيعود إلى سابق عهده إن شاء الله بإذن الله.